السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة اللي أنا هحطها أسفل الفيديو ديت دي صفحة التعليمية على أوتوديسك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو طالب في الجامعة أو محاضر فليك إن أنت تاخد أكسس مجاني على برامج أوتوديسك بالشكل دوت. كل عليك إن أنت ترفع الكارنيه أو ترفع أي حاجة تثبت إن أنت طالب في الجامعة. لو أنت بقى محاضر أو دكتور أو معيد فليك إن حاجة خاصة إن أنت هتقدر تعمل كلاس، تقدر تعمل فصل وتضيف كل الناس اللي موجودين عندك في الفصل، تضيف لحد اقصى كام 125 شخص. فدي هتبقى حاجه مفيده جدا وهتسهل عليك، مجرد ان انت تختار البرنامج فانت بتضيف كل الناس على البرنامج اللي انت هتسطبه. ولو جيت هنا وقلت له انا عايز ادخل على حساب اوتوديسك اللي هي برودكت اند سيرفيس او برودكت ابديت، هيدخلك على الصفحه ديت. من هنا يوزر مانجمنت تقدر ان انت تضيف شخص معين او منتج معين، يعني تقدر تضيف الريفت، تقدر تضيف الاوتوكاد، تقدر تضيف نفس وركس، او تعمل جروب بحيث يبقى سهل عليك ان انت تضيف شخص الجروب وتضيف البرنامج، فكل الناس اللي موجودين في الجروب يقدروا ان هم يستفادوا من التطبيق دوت. مثلا هنا باي برودكت هيبدا يظهر عندك المنتجات ويظهر عندك انت اضفت كام واحد من ال 125. تمام، يعني اضفت 24 واحد. تمام، دي الموضوع سهل جدا وبسيط بحيث ان انت تقدر تضيف لو انت محاضر في الجامعه او دكتور او معيد تقدر تضيف كل الناس اللي انت عايزه. ده هيبقى السنه كامله، وكل سنه لما تكمل في الكليه في ناس بتقعد 17 سنه في الكليه، فانت تقدر كل سنه تحصل على ترخيص لكل برامج اوتوديسك.